السلام عليكم. سوف نحكي اليوم عن كتابين. معلم القراءة الواحد ومعلم القراءة اثنان. عدد الصفحات 130 صفحة. هذه الكتب جميلة ومفيدة. علمتني القراءة. فرحوا فرحوا، رحلوا رحلوا، درسوا درسوا. أحببت فيها ما يلي: تدرج في ربط الحروف، وكذلك التدارج في عرض الحركات. أحببت أيضا الصور الملونة والخط الملون. الأعمار المناسبة: العمر 4 سنوات. أنصحكم بها يا أصدقائي. إلى اللقاء.